استاذ سوف واخرجي اهلا وسهلا فيك على تلفزيون عمان. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. نحن اليوم بافتتاحيه فيلم كازي روز، فخبرينا شو مشاركتك بهذا الفيلم. الناس شافت اسمك، شافت قد ايه عم تدعمي كل ابطال الفيلم بستورياتك على انستغرام والقصص، فبالضبط انت شو عم تعملي بالفيلم؟ انا تعاون فني بالاخراج مع الاستاذ وائل رمضان، وكمان عملت السيناريو والحوار للفيلم، فاكيد الفيلم بيعنيني بكل تفاصيله بكل شخوصه يعني، فطبيعي طالما انا من فريق العمل حتى لو وراء الكواليس انه انا ادعم الكل. اليوم يعني كانت جرأة نرجع للسينما، السينما السورية، شو بتعتبري هذا العمل؟ يعني كيف عن جد رح نقدر نرجع للسينما السورية اللي اشتقنا لها؟ ما في فيلم بيرجع السينما، هي لازم أفلام لترجع السينما، لازم مشاريع كتير، ما فينا نقول فيلم. نحن عم نحاول إن شاء الله نكون من ضمن الخطوات الأولى لحتى نرجع للسينما الخاصة، وهذا الشيء اللي هو ناقصنا بالسينما السورية. أكيد شركة الإنتاج مشكورة أنه كان قلبها قوي ودخلت أنه تعمل فيلم سينمائي خاص، إن شاء الله الناس تحبه، هاي بالدرجة الأولى، والمنتجين فيما بعد أنه يقووا قلبهم كمان، لأنه نحن فعلاً قديش نجحنا بالدراما التلفزيونية بيهمنا نكون عنا سينما سورية بتشبه الإبداع نفسه اللي عملناه بالتلفزيون. يعني الموسم الفائت من الدراما بتعتبري كان مرضي يعني للناس؟ في ناس شافته عودة للدراما؟ هو حسب الأعمال، حسب الأعمال الجيدة طبعا في عودة، وكل سنة حتى لو قلت، بس نحن دائما عم يكون عنا ولو قل العدد بس نحن عنا أعمال جيدة، بس متعودين على الدراما السورية. لما كنا نعمل 50 عمل بالسنة يمكن يكونوا 40 منهم أو 45 جيدين جدا وممتازين، فهو هذا الطموح، واكيد بنقدر، اكيد بنقدر. خليني احكي بالاخير عن مشاركه ابنائك حمزه وعلي، وجودك هون معهم كونه انت اشراف ومساعد وداعم لكل الناس بالفيلم، كيف كنت عم تتعاملي مع حمزه وعلي؟ اكيد في حاله خاصه يعني هيك بتضل انه انا ام، يعني ما فيني انا اكون قاسي او حنوني ولا كيف؟ لا، ما في موضوع انه كنت ام قاسي وحنونه، لا، شغل ومهنه، وبحس انه انا بتعامل مع الكل كاني ام، يعني حتى اللي اكبر مني سنان عندي هي العاطفه اتجاه انه انا مسؤوله وانا حريصه، وانا مطلوب مني من قبل الاستاذ وائل انه انا اكون معه دائما، فهذا الحرص لكل الناس، ما في حدا احسن من حدا على الاطلاق. بعيدا عن الشغل، خبريني كيف حضرتيهم ليفوتوا على عالم شهرة؟ يعني يمكن كتير ناس ممكن تعلق تنتقد على الانترنت، فهنون لما بتلقوا هاي التعليقات بهيك عمر، كيف حضرتيهم لهذا الشيء؟ هلا التعليقات شر لابد منه للأسف الشديد، ما عم نقدر نخلص منه، وأمراض كتيرة، الله يعين العالم يلي قادر يحب وقادر يتعامل بكلام طيب، هي نعمة من الله، واللي الله حرمه من هالنعمة فالله يعينه. هن أولاد اليوم، يعني قد ما قلنا لهم هن عم يعيشوا اليوم وعم يعيشوا التفاصيل وعم يشوفوا السلبيات وعم يشوفوا الإيجابيات، أكيد من حاكيهم أكيد من وجههم، بس لازم يكونوا قوية تجاه هذا العالم الشرير جدا، ما في مهرب للأسف وما في حلول. حمزة وعلي رمضان، أهلا وسهلا فيكم على التلفزيون عمان. أهلا فيك يا هلا. أول شيء نحن بافتتاحية فيلم كازي روز، كل واحد فيكم بدي يخبرني عن دوره بالفيلم، بلش مع حمزة. يلا، أول شيء أنا دوري هو دور جوني، هو موظف أمم متحدة بيجي على سوريا برحلة معينة، بصير معه ظرف معين، هي كل صفيني لك. أنا بكون اسمي عبدو، أنا بكون بشتغل ببسطة مع الأستاذ وائل زيدان كأبو عبدو، بصير في ظرف كمان ما فيني أحكي عنه وبس. طيب هلا حمزة، من أول ما صار الإعلان على مشاركتكم بالفيلم كتير ناس صارت تتعلق عن وجودكم وكذا، ويقولوا إنه كيف فجأة إنه بدنا نشوفهم عم بيمثلوا، مع إنه يمكن جاهلوا وجود تجارب فنية لكم قبل، شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ واسطة. كله هيك عم أكيد طبعا، يعني بالآخر هن أهلي هن شافوني إنه أنا مناسب لهالدور هذا، وأنا قريت الدور شفته ويعني كان مواصفاته بتناسبني أنا. طبعا أنا أجيت يعني بين قوسين مثل تلحيقة، كان في قبل اعتذار لممثل سابق، فأنا يعني جيت فزعة أنا على الفيلم. أكيد أنا فيلم لأهلي وفيلم يعني مهم، أنا برأيي أنا بالعكس أنا لي شرف أن يكون فيه حتى لو سبنة. أخبروني بعد هاي التجربة ناويين هيك تكفوا بالقصة، تكفوا بالتمثيل ولا شو؟ إن شاء الله. هلا أنا بحب التمثيل، بحب الإخراج والتمثيل. الفوتوك يعني بالغصب ألف قصة لحتى اقتنعت يعني. أنا هلأ عم أدرس طب، فعندي هلأ أولوية الطب ودراستي،
بس أنا شغفي الكبير هو التمثيل والإخراج، يعني هي الناحية الفنية. فممكن لقدها ما بتعرف تصير قدام إن شاء الله. اليوم كيف عم بتكونوا داعم لمدام سلاف وأستاذ وائل، وخصوصي بالفترة الأخيرة اللي مروا فيها؟ كان كتير الناس عم تحكي بالقصة علاقتهم والقصة اللي فيها، عم تدعموا عم بتحاولوا تصلحوا شيء؟ هلا بالآخر في أمور شخصية عندهم إحنا ما لنا دخل فيها، بس نحنا كعائلة نحنا يعني إحنا بدنا إنه نكون جنب بعض دائما. إجباري إجباري كعائلة، كأب وأم وأخ وأخو لازم يكون في هيك. ما بعرف هيدا، قلت لك هذا شيء، هذا شيء شخصي، هذا مو عندي أنا، بس نحنا بحب نحنا بهمنا حالة العائلة لو شو من كان. الفنانة جيني إسبير، أهلا وسهلا فيك على تلفزيون عمان. أهلا وسهلا فيك. يعني خبرتينا قبل إنه خصيتي هذا الفيلم بإطلالة هيك مميزة بلوك شعر جديد، فخبرينا أكثر عن دورك وعن القصص اللي ناطرتيها من هذا الفيلم. يعني هو دور كان بيتطلب أن يكون واحدة حدا كتير على الموضة وفاشن، لأنه هي فاشينيستا، وظرف بيقودة أنه تكون موجودة بكازيروز. فهي بتعرف أنا ما فيني كتير أحكي عن دوري لحالي، لأنه نحن كلياتنا عم نشتغل مع بعض. يعني أنه دوري لحالي إذا حكيت ما حيتشكل شيء، لأنه نحن عم نشتغل كتيم وكلياتنا مع بعضنا عاملين هذا التيم الحلو. فان شاء الله هيك بيبين هذا الموضوع، يعني انه كيف الفاشينيستا وقت تتعرض للخطف شو بيصير فيها، كل هاي الامور. قديه بتشبهك انت عن جد بالواقع؟ انت بتحبي الفاشن، بتحبي الموضه، قديه يعني حسيتي هالدور هيك لا ظريف يشبهني بيشبه جيني؟ هلا ليك بكل الادوار اللي الواحد بيأديها الا ما يكون في شيء منه. يعني هلا شخصيه سمر بتشبهني لحد ما، يعني بس مو كتير، لأنه أنا مني حدا كتير إن بموضوع أنه أنا مثلاً روحة لمحلات وصور وكذا. لا أنا بحب مثلاً أتصور إيه بحكم شغلي، بس أنه صور الأجواء والأمور ما كتير إلي فيها. بس سمر حدا هيك يعني متفائل ونهفة ولذيذة يعني، وبتحب الفانس تبعوتها كتير. هذا الشيء أكيد في وجه شبه بيني وبين سمر، أنه أنا كمان كتير بحب الفانس تبعولي. عارفين من الحديث بشو ذكرتني؟ بميديا بصبايا، يمكن في هيك شيء؟ يعني لو ميديا كان عندها سوشيال ميديا كان ممكن تعمل هيك شيء مثل ما عم تعملي بالفيلم؟ اي ممكن. هلا ميديا فينا تعمل كل شيء. خبرنا اليوم بتحب الميديا. ايه الحمد لله عن جد لهلا. لهلا يعني لهلا الحمد لله العمل وشخصية ميديا لهلأ عاملة شيء كتير حلو، يعني أنه مع أنه مرق أكثر من 10 سنين، بس لهلأ يعني العالم بتحبني بهاي الشخصية. بدي تخبريني عن الإطلالة، ليش اخترتي الأصفر اليوم وليش هيك؟ يعني شو الشيء المناسب بالأصفر؟ ميرسي. ما بعرف، حسيت الصيف يعني بحب الألوان بالصيف، ألوان هيك تكون شوي قوية، يعني مثل لون الأصفر، لون الأورانج، لون الزهر، الفوشيا، بحب هاي الألوان. بينقدونا كتير بالتعليقات، خصوصي لما أنا أقول لك أنه عن إطلالتك وعن جمالك عن كذا، ومع أنه كتير بدول برا بيشوفوك يعني آيكون بقصص الموضة والجمال، ليش نحن هيك؟ يعني الجمهور السوري ما بيتقبل يشوف فنانة سورية عن جد وصلت لمطارح، عن جد صارت مؤثرة بمجال الجمال أو الموضة؟ هلا ليك ما بدنا نظلم الكل، هلا في منهم هيك وفي منهم هيك. هلا موضوع انه تنمر ايه عنا شوي اكثر من غير بلدان، بس انا يمكن حكيت بمقابلات السابقه يمكن نتيجه انه يعني شعبنا تعبان، شعبنا مارق بفتره صعبه، فاحيانا الشخص تكون نفسيته صعبه وتكون وضعه صعب، فشوي يعني في ناس يعني بتتقبل انه تلاقي الاخر يكون مثلا مرتاح، بس الغير ممكن ما يتقبل، يعني هو حسب النفسيات يعني بصراحة. إن شاء الله بالتوفيق لك. ميرسي. شكرا لك. مكملين بأجواء فيلم كازيروز، وسألنا الأبطال على هامش افتتاح الفيلم بسوريا، لو تعرضتوا للخطف مين بيكون معكم من الأشخاص لقراب عليكم؟ منتابع سوا. أنا محضر سؤال هيك من وحي الفيلم، من السيناريو تبع الفيلم. اليوم لو صار قصة خطف، فمين فنان أو فنانة بتختاريه يكون معك إنه إيه إذا أنا انخطفت أنا وياه بدبر أموري، بيسليني بنمرق أمورنا؟ يعني ما بفكر بهاي الطريقة. لا، ما في شخص بيونس وحدتك أو بيكون معك أو متعودين تشكوا وتحكوا لبعض كتير؟ عائلتي. عائلتي إيه أكيد. يوم إذا خطفتوا لبعض ما عندك مشكلة؟ الله لا يقدر. أنا بختار أي حدا بأي بالشارع بصراحة. لا لا لا. بختار حمزة أكيد، هو يعني بيقعد معي وبيخليني إشعر بالأمان.
يعني يا جماعة حمزة وعلي تكون مع بعض ما في مشكلة. أنا علي هو أعز رفقاتي وغير أخي، بالعكس أنا هذا حبيبي هذا فأكيد 100%. بنتي بيك خطف بنتي لا إن شاء الله لا زيك خطيفة قبلاني والله، يعني هو كتار كلهم حبايبي وبحب نخطف معهم، يعني بحب رنا لأنه هي حدا نهفة يعني كتير